استلمنا ذي الستيريو طبعا ذي شركة بوس شركة صينية سعرها تقريبا ويا الشحن 45-50 دولار تقريبا 20 دينار كامل ويا الشحن. خلونا نركبه ونشوف. طبعا شريته لأنه في بلوتوث وقريت عنه بوزيتيف ريفيوز ف خلونا نشوفه. طبعا هاي الوضع الحالي حق الستيريو حق الزد ف في وايرات هني وراح نركب الستيريو الجديد نفس ما نشوف مع بعض الوايرات وريموت وقطع بلاستيك وهاي المسجل طبعا حجم صغير وخفيف طبعا بدون سي دي. طبعا فتحنا الداشبورد او مكان الستيريو نفس ما نقول الكونسول ف راح نشوف الحين. هل طبعا كان في بايونير هني مسجل بايونير في شاشه بس كان قديم فراح نشوف هل راح تركب وايرات البايونير على الستيريو البوس او لا. طبعا اللي عنده 350 زد الطريقه حق انكم تشيلون المين كفر ذي او الكونسول عن طريق برغي هني برغي هني وبرغي هني وبرغي هني جدا سهل وتشيلون قبضة الجير. ما راح تقدرون تستخدمون وصلة بايونير على ذي المسجل لازم تستخدمون الوصلات اللي موجودة داخل البوكس فراح نضطر ان احنا نقص الوايرات اللي هني ونلصقهم هني على حسب الالوان نوصلهم على حسب الالوان للأسف. بما ان قبل كنت استخدم البيونير فاتوقع الوانهم الستيريوز يعني الافتر ماركت يونتس اللي تشترونهم من برا كلهم نفس الوان كيابل فمثلا ذي اللون لما فصلناه من واير تبع الوكالة راح الرد اتوقع اللي هو بيكون نفس واحد من ذلين الاثنين فراح نرجع ونوصله بالواير اللي فصلته منه فخلونا نشوف. ركبنا المسجل واختبرناه. طبعا المسجل جدا سهل الاستخدام تقدرون تختارون قنوات الراديو من هني يعني نفس ما نشوف مثلا يطلع لنا ايكولايزر اوكي. طبعا تقدرون تشبكونه بالتليفون تسوونه بيرنج عن طريق البلوتوث بطريقه جدا سهله ما ياخذ الا ثواني. هني تقدرون تغيرون الباور سورس اوكس بلوتوث راديو اوكي. طبعا هني بتحصلون الفتحه حق سماعه حق الميكروفون يعني اللي بيتكلم الصوت راح يروح بالستيريو هني. طبعا في يو اس بي بعد وفي عندنا الريموت. طبعا الريموت في خاصيات مو موجوده في المسجل نفس الاي كيو تقدرون تختارون عده انواع من الاي كيو مثل فلات بوب روك وفي لاود وعده اشياء بس ما ادري ليش الله يهداهم بس حاطين انك ترج من التليفون عن طريق الريموت يعني فالمهم تقدرون تصكونه بعد عن طريق الريموت وتبطلونه. فيعني مسجل جدا يسوى سعره 30 دولار ويا الشحن للبحرين تقريبا 50 دولار. فلا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وان شاء الله نجرب لكم اشياء ثانيه في المستقبل وشكرا للمتابعه.